דבר איתי חופשי גם בעברית קצת. לא, אני. טוב. אוהל שני, אני כל שפחן כיף עדיין. כיף לכי וחשה, סער כתיר, מה שבתוקי. ותעפיין, יש לך דנתי עזיזי עליי. תעפיין? אני תאמן, אבדלק, וחשתו, בשרה שלך במרוח תמון עין טוב, אבדלק. וואלה, לכי, לכי. אה, יותר מדי זמן. صوتي لو صوتي ما اليوم شو طلع حلوه بالموحد عجب الخطابي يعني غير على مودك انت مالي وجهك قيضوي تدا عيوني تدا قلبي تعرفين انا عندي جماعه اعلمهم يحكون عربي وكلش افتكر سيف وحان كيف عنوكي كيف انت وادي كلش كلش ما يحدد هم حلوة تدعي نعمل فرحانة واتكلم وياك وياهم ايه انا قلت اليوم اسوي لهم مفاجأة لما يعرفون واسا قل لهم تأخون اكو واحد هم ممثلة وهم تكتب مسرحيات وهم كلش كلش حلوة هم كلش كلش عزيز علي سيقال شاول من يكون واحد لك مثلك؟ تدام خلي لي أنت تحكين عربي من هاي العام منين العربي مالك؟ ما تحكي لي؟ منين تعرفين عربي كل شيء؟ أنا درست بالأكاديمية مال شبيديا وتعلمت ليك مال شبيديا من البيت بدالك من البيت غير أنا ماني كبرتني ستي كبرتني وعشت ويا من كنت صغيري عشت وياه ومن كبرته درست بالأونيفرسيتا عشت وياه 8 سنين وهي عندها you know أنا أمرت you know عندها عائلة كبيرة بتح تكوى وكلهم يعرفون يحكون مثلك يعني لو انت احسن بتح ايزا شئنا اكيد 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 اخواتا يحكون وكنا نروح الطيولين بياخد وكنا نروح نفتح شالغي كانوا يفتحون شالغي من كنتوا صغيري بل انت انت قال شوي قد خلطين عبراني بالنص ما قد اسمعك اقول قد خلطين شويه عبراني بالحكي إيه كلتنا هيك زين احكي لي انت سوين مسرحيات ما هيك انا هسه قد اكتب اثنين قد اكتب مسرحيه بالعبراني ايه على وحدي عراقي قبل بالعبراني فهمتوا وقد اكتب مسرحية لك في اللغة العراقية احكيها متونس انت سوين على طول احكيات كلش تونس بس يعينك واحد قلت ما قلت اسمعك اكو سيارات هوني قيمشون جننون المخي اقول هم احكي قد سوين كي تونس لان انا اوادم يعانوكي اكيد هذول اكيد هذول الطلاب مالي كلهم يعرفوكي اكيد وجايين للمسرحيات مالك وسيعانوكي يريدون بعد يجون اكثر ايه قد استنضغ علي بامت قد استنضغ امتى ان شاء الله وما خلصها امتى ان شاء الله تبدين بيها افتكر يعني 4-5 اشهر وي طويلي زين وعندك شيء هسه تسوين هالايام تسوين يعني حفلات هيك شيء يعني قد تسوين لو قد اسوي حفلات مو بالشام قد اروح ولاي تصير حفله مالي ملنانه سليمه معلي دوميم شغل لخ بس עוד לא בטוח, אתה יודע. أنا قاريت في اليوم سوين حفلة وأنا أجيبهم كل الطلاب مالي ومجاني. يجيبهم. بيتا. أهلا وسهلا. صحتنا في تحتيك هيك الشيء ما هو هيك الشيء. ولاي نري نحن أصلا نشتغل على هاي الحكي.
قال لي انت ليش يعجبك العربي؟ ليش؟ ايش يعجبك بالعربي؟ احكي لي. انا تعجبني العربي على مود قد افتكر العائله مالي ليام من كنت صغيري. ايه اللغه اللغه قد جيب من الاوادم اللي احبهم. جيبهم يعني قد افتكر قيوقفون صوبي. اي اكيد عني انا كلش موافقه. اللغه على الاكل، اللغه على الـ على الـ على المسرح، اللغه على الحياه، على الحياه. اي لا انا كلش تعرفين انا يعجبني كلش هاي اللغه مالنا، يعجبني الاوادم يتعلموها والاوادم كلهم يحبوها لي، وان شاء الله تبقى لقد اخاف لهاي اللغه مالنا تموت، ما يعني ماكو كثيرين يحكون بها، ولهذا شوي شوي أنا إن شاء الله أنتي وياي وبعد كم واحد اللي قيسوان حكيات على مدى اللغة تبقى عايشة. إيه بس أنا قد عينك وقاستهني إن شاء الله. بأمات أني مكفى وأتمنى الأوادم نو يجون وما تموت هاي الحكي. إن شاء الله احنا ايد بايد ويانا كل الاوادم اللي تعجبهم هاي اللغه، وان شاء الله تبقى هاي عايشه. طيب سيقال انا كثير اشكرك كيف بلتي نحكي بهاي، واكيد هسه كل الجماعه مالي اني تايم بدي احكي انجليزي كل ما سي بدي احكي انجليزي كل الزمان خربطت ولا اللغه إيه لك أكيد سأكلم الفخان كيف عينوكي، وإن شاء الله على طول يطأك عيفي أنتي وأولاده وتكملين وتسوين حكيات من هاي الحلوة وكلنا نجي تدا قلم للجماعة مالك. أنا قد أقول هلا بيكم وقد وحشكم وأتمنى ان شاء الله على طول انجليت وداد يوتيلي انجليت يوتيلي انجليت هاي بوحد لكن انا وياك قاعد نتلاقى هاي بوحد هنا صار لي من وقت ما حكيت كاخ عربي ويا وادم يغاد انا وياك نشتغل عليها حلو يلا يعطيك عيفي ولا يخليك انت مني يعطيك عيفي ويحفظك الله وقد اريد اعينك ان شاء الله عن قريب ان شاء الله نتغدى سوا بهذا يوم ان شاء الله عيوني عن قريب يلا ليتراوت ودار بات يتراوت بدالك يتراوت